خلونا نسمع اعتراض فلاح على النتيجة وخلوني أوصل النتيجة لفلاح. دقيقة يا شباب، صوت صوت. شباب، ثلاثة متسابقين قيموا الفلاح. حلو. وسيف السالم. حلو. كم أصبحتوا؟ 30. 30 نقطة. إضافة الإعداد أعطاكم 7 وأعطى الفريق الثاني 13. إذا كم؟ 37 كم؟ 37. 37 ممتاز. نتيجتكم 37. الإعداد هنا أعطاهم 13 والجمهور هم اللي أنقذهم أعطاهم 30. ما عندكم. اللي فاز في التصويت ياخذ 30 نقطة، فأنتوا اللي فزتوا في التصويت في تويتر وأخذتوا 30 نقطة. أوريك التصويت. لا مصدق أول شيء. فهم حصلوا على 43 وأنتوا 37. أصبر، أول شيء هم يستاهلون جمهورهم وقيمهم، والله يوفقهم ويبيض وجيههم. أنت مشكلتك مع مين؟ مشكلتي مع الإعداد. الإعداد أول شيء إحنا خلصنا بدري قبلهم، ثاني شيء النظافة موجودة، وثالث شيء الصنف. أنا أقول ترى هذه أنا بالنسبة لي ما تهمني الدرجات. عشان بس أنا أقولها أي ما أقول قسم بالله ما تهمني الدرجات ولا تز عندي شعرة والله، لكن أنا أتكلم عن الشيف اللي يتعب فقط ولا الدرجات والله. أنا أقول أن تراقب الله في التقييم فقط. ولا أنا ما يهم. أما الجمهور ما عليه ملامة، أنا ما أقول ماذا الجمهور راقب الله جل وعلا، لا الجمهور محبه المتسابق يقدر المتسابق. أنت الله مشكلتك مع الإعداد ولا الجمهور؟ الله يقوي مخلصين بدري. الله يقوي مخلصين بدري. الإعداد لها وجهة نظر، هو أساسي في تقييم العشرين نقطة. نعم. في آلية الفقرة أصلاً الإعداد. لا أنا أدري أنك مستفز زعلان. لا أنا ما قيم، أنا ما قيم.